بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد بركته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، إخوتي في الله، أحباتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية نرحب بالضيوف الحاضرين من خارج المدينة، إذ أعتبر نفسي من أهل المدينة، فباسم أهل المدينة، هذه المدينة الطيبة والطيب أهلها، والتي شرفت بسكنها قبل 10 سنوات، وسكنت في هذا الحي 3 سنوات مع هؤلاء الإخوة الأفاضل في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهله، وأن ينفع بالإخوة القائمين على أمره خيرا كثيرا. فنرحب بالإخوة الضيوف الكرام، ثم نرحب باسمكم جميعا بعلم من أعلام الدعوة السلفية بالإسكندرية، وهو المهندس الشيخ عبد المنعم الشحات ذو اللقاءات المعروفة في الإعلام، إذ يمثل المتحدثة الإعلامية لهذه الدعوة المباركة. وهذه على يد شباب هذه المدينة الذين يعكسون صلاح أهلها، إذ أن الفرع الطيبة إنما يخرج من أصل طيب. هذا الشباب المبارك الذي حرص على صفة إسلامية متزنة في هذه المدينة خلال هذه السنوات الماضية، فحمى الله سبحانه وتعالى بهم الساحة والمدينة من أشياء كنا في غنى عنها والحمد لله، فحمانا الله بهم، إذ كان فكرهم متزنا، فكرهم يعتمد على كتاب ربهم، على سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشباب الذي يعكس صلاحا خفيا في آبائهم وأمهاتهم، أولئك الآباء الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن أبنائهم خيرا، يدرون أو لا يدرون، هذا نبتهم الطيب الذي كان سببا في هذا اللقاء الطيب في هذه الليلة المباركة. إن هؤلاء الشباب لا يذكروننا بشباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ حملوا راية الإسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما كان الصحابة يستجيبون للنبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا الإسلام بأنفسهم وبأزواجهم وأبنائهم، إذ رأينا نبتا صالحا من الشباب ذوي العقليات الفذة كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومحمد بن جعفر، وغيرهم من معاذ بن جبل، فقهاء وعباد وزهاد لمعت أسماؤهم في سماء تاريخ الإسلام أثناء النبي عليه الصلاة والسلام وبعد النبي عليه الصلاة والسلام، فحملوا راية الإسلام إلى من بعدهم، فالله المسؤول أن يجزيهم خيرا.
فهذا الشباب المبارك عماد الأمة وطاقتها، إذا استخدموا في طاعة ربهم وفي حراسة قيامهم وقيم دينهم وقيم مجتمعاتهم، فالشباب هم الذين يقودون حملة التغيير، التغيير إلى الصلاح، وعلى أيديهم يتم الإصلاح. وما تحولت الدنيا رأسا على عقب في هذه الأيام إلا على أيدي الشباب، فيجب وينبغي أن نعي وأن نعرف حجم الشباب بصفة عامة في الأمة، والشباب الدين بصفة خاصة، تلك الطاقة التي تعكس قوة غير محدودة لكثرة عددهم في الأمة، ولله الحمد. هذه أمة ولادة، أمة مباركة، أمة موفقة، إذ كانت شريحة الشباب فيها من أقوى الشرائح في عددها وفي قواها، بخلاف الأمم المبتورة الغربية. لما زار أحد الدعاة الأمم الغربية وجد أن أقل طائفة هي طائفة الشباب، وأن وأقل منها الأطفال، وأكثر طائفة الشيوخ، فتنبأ بانقراض هذه الأمم بعد حين. فهذه أمة مباركة، وإذا كان شبابنا يكثر فيهم الصلاح فتلك نعمة كبيرة. لقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة الشباب بقوة صلى الله عليه وسلم، فقال فيما يروى من الحديث: اغتنموا خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. ففترة الشباب فترة الفتوة والقوة، فإذا كانت يخدم بها الدين والقيم، يخدم بها ويحرس بها الفضيلة، فنعم المعونة والمؤونة لهذه الأمة. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا أن نقدر شبابنا وأن نعطيهم قدرهم وأن نتعاون معهم في خدمة ديننا وحراسة قيمنا. إن أعداء أمة الإسلام لا يريدون بنا خيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. فإذا بهم ينهالون علينا حربا دروسا إعلامية في الفضائل من خلال الإعلام بسائر وسائله، سواء منها المقروءة أو المسموعة، إذا بهم يسلطون علينا أسهما تهدم القيم وتدمر الفضيلة، تحارب الثوابت الإيمانية والقيم الربانية، فما أحوجنا إلى جيوش لحراسة ثوابتنا. هذه الثوابت التي تحرس بوسائل حديثة، من كثرة الوسائل اليوم نحتاج إلى عقليات فذة وخبرات خاصة، لا يقوم بها إلا أمثال هؤلاء الشباب الذين يحسنون الدفاع عن دينهم، عن كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعن نقاء وصفاء دعوتهم الإسلامية بوسائل حديثة قد فاتنا علمها، هم أدركوا وأحفظوا وأعلموا بها، هم يردون عنا أسهما هي أخطر من المدفع وأخطر من القنبلة. إن قنبلة العقل، إن قنبلة الفكر، إذا ضرب بها الفكر الإسلامي وإذا ضرب بها الفكر الإنساني شرد المضروب خارج الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن ألا نخرج عنه وأن نلتزم به في قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فصراط الله هو كتابه وهو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة شكلان مصدر الحق ومنهج هذا الدين العظيم الذي يساس به دنيا الناس ليجوبوها بسلام ويصلوا إلى الجنة بأمان. فباسمكم نشرف ونرحب بضيف لقائنا اليوم المهندس عبد المنعم الشحات، فليتفضل مشكورة وليبدأ أخونا الشيخ أحمد عبد السلام في التهيئة لهذا اللقاء، فليتفضل مشكورين مأجورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شيد بمنهاج دينه أركان الشريعة الغراء وسدد بأحكامه فروع الحنيفية السمحاء، من عمل بها فقد اتبع سبيل المؤمنين، ومن أعرض عنها خرج عن مسالك المرحومين. أحمده سبحانه على ما علم، وأشكره على ما هدى وقوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المالك الملك الحق المبين، الذي له الخلق والأمر، له الخلق فلا خالق من عدم سواه، فتبارك الله أحسن الخالقين، وله الأمر فلا يشرع للعباد سواه، أليس الله بأحكم الحاكمين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ونورًا لسائر الخلائق إلى يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله، أنت الذي قدت العقول محطما عهد الضلال وأدب السفهاء، ورفعت عهد المرسلين مجاهدا، وحملت دين الأنبياء ضياء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. أما بعد، فحياكم الله تعالى وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا البيت الطاهر على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان على غيره من الخلق بأن شرفه وفضله وكرمه، وأنزل الكتب إليه وعليه، وأرسله وأرسل إليه. فإن للإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات. في هذه الكلمات يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله تعالى شرف الإنسان وميزه بأشياء، من هذه الأشياء أنه أنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل، فشرع له شرعا يحكمه ويتحاكم إليه، شرعا ينظم كل مظاهر النشاط الإنساني بما يحقق الفلاح والنجاح للإنسان في الدنيا والآخرة. والالتزام بهذا الشرع هو الفارق بين المؤمن وغيره، بل على التحقيق هو الفارق بين الإنسان وغيره. شرع الله يسمو بالإنسان روحا وجسدا، عقلا وقلبا، لم يضع في عنقه غلا
ولا ألقى على عاتقيه إصرا، لم يحرم عليه طيبا ولم يبح له خبيثا، لم يكبت فطرته وجبلته ولم يطلق رغباته وشهوته، لم يتركه هملا تتصيده الأهواء المائلة والأفكار الباطلة والظنون الحائرة والمناهج الشيطانية الماكرة، بل لقد أخرج الله تعالى العباد بهذا الشرع الحنيف من ظلمات حياة الجاهلية إلى أنوار الحياة الربانية. كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. حول هذا الموضوع وتحت عنوان إرشاد الأتقياء إلى محاسن الشريعة الغراء، يشرفنا ويسعدنا أن حضرنا ليحاضرنا فضيلة شيخنا الشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله، المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته يوم يلقاه، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا موفقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن الكلام عن محاسن الشريعة الإسلامية كلام له عدة مداخل، ويطول الكلام فيه جدا كعادة الشيء البارع في الحسن، فإنك تجد عدة مداخل لكي تصف حسنه. فمن الناس من يركز في حسن الشريعة على خصائص التشريع فيها، من أنه رباني، من أنه شامل، من أنه متوازن، من أنه واقعي، من أنه يربط الدنيا بالآخرة، إلى آخر ذلك مما يذكر في خصائص الشريعة الإسلامية. ومنهم من يركز على مقاصد الشريعة الإسلامية وكيف أنها تفي بأعظم ما يريده الناس، ومنهم من ينسج على منوال الأهداف التي انتهت إليها همم أصحاب الحضارة الغربية وركضوا خلفها من شعارات الحرية والعدل والمساواة. فيبين أن المناهج الغربية كانت تهيم في كل واد بحثا عن هذه الأسماء التي تشنف أسماع كل سامع، والتي يطوق إليها كل من يسمع عنها، ولكنها في النهاية خرجت والبشرية لم تصل بعد إلى شيء من هذا، أو أنها حابت فكرة على حساب أخرى. ففي سبيل العدالة المزعومة في المدرسة الشرقية تم وأد الحريات ومصادراتها ولم يصلوا إلى العدالة، وفي سبيل أن يصل الأفراد إلى الحرية في المدرسة الغربية تم تكسير الثوابت والتضحية بها، وتم التضحية بالعدالة وطحن البؤساء والفقراء، ومع هذا لم يصلوا إلى الحرية المنشودة فضلا عن تضحياتهم بالعدالة التي طالب بها غيرهم. فيحاول البعض أن يبين كيف أن الشريعة الإسلامية حققت هذه المقاصد بحيث لا يطغى واحد على آخر. هذه كلها مداخل يمكن أن تتكلم بها على الشريعة الإسلامية وتبين حسنها وتمامها، والمؤمنون لا يحتاجون إلى ذلك كله،
لأنك بمجرد أنك آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذن أنت تؤمن بأنه الخالق وأنه العليم الحكيم الخبير وأنه أدرى بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنت تؤمن بأن حكمه هو أحسن حكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنت تؤمن بأن شرعه هو الذي يحقق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن قد لا نحتاج إلى كلام كثير إذا استقر الإيمان في القلب، ونحن لسنا كغيرنا من الأديان. يقول لك إذا سأل أحد عن لماذا يؤمن بعقيدة كذا ولماذا يتحتم عليه أن يؤمن بأن الإنسان يولد يوم يولد وهو يرث خطيئة، ولماذا لابد لهذه الخطيئة من تكفير، ولماذا لابد لهذا التكفير أن يتم بطريقة كذا، فيقول له الإيمان أولا ثم الفهم ثانيا. ولكننا نقول الفهم أولا ثم الإيمان ثم التسليم، وهذا فرق بين أيضا طرف آخر لا يسلم رغم زعمه أنه مؤمن. فنحن نقول من لم يؤمن بعد فإنما يكون الخطاب لعقله أن يتدبر في القرآن وآيات صدقه من أخباره التي أخبر بها من أخبار الغيب الماضي والمستقبل، ومن إعجازه في تشريعه ومن إعجازه في بلاغته وبيانه إلى غير ذلك من أدلة صدق القرآن وأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قادنا العقل إلى أن هذا هو الشر، فالعقل أيضا يقودنا إلى التسليم لهذا الشر، والشرع يلزمنا بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونحن نضرب مثالا لمن يتبع الشرع ومن لا يتبعه، بأناس يقفون في مفترق طرق يبحثون عن الطريق السليم، ولو أنهم ليس معهم خريطة تبين أي طريق لكان العقل يحتم عليهم أن يجربوا، ولكانت التجربة هي عين العقل. يجربون مع أن التجربة محفوفة بالمخاطر، إلا أنها ستبقى هي الخيار الوحيد طالما أنه لم يوجد دليل أو خريطة تبين الطريق الصحيح. فإذا كانت التجربة من الخطورة بمكان، وكانت الطرق كثيرة التشعب، وكانت التجربة يطول زمنها طويلا، وفي ذات الوقت جاء من يدعي أن معه الدليل، هذا الدعاء إذا تم فإن العقل يحتم أن يبحث في هذا الادعاء وفي أدلته، فإن ثبت صدق ادعائه كان هذا هو الطريق المختصر الذي يتعين على العقل أن يقبله، لأنه من عند من عند من قام الدليل على أنه يعرف ويعلم الطريق الصحيح. فنحن نقول لمن يلجؤون إلى التجربة فيما فيه لله شرع أنهم يجربون وعندهم الخبر اليقين. ليس من العقل ولا من الحكمة أن نجرب وعندنا الخبر اليقين، وهو بالنسبة لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا خبر يقين. وأما بالنسبة لغيرهم ممن جربوا دليلا آخر وممن جربوا دينا آخر نسب إلى أنه من عند العليم الخبير، ولكن كان فيه من البصمات البشرية والتحريف ما من أجله أنزل الله عز وجل قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دخل علي بن حاتم رضي الله عنه
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم ويقرأ هذه الآية فيقول: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. إذن هؤلاء حرفوا وبدلوا في هذا الدليل ثم نسبوه إلى الله، كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله، فهذا الكتاب أدى إلى طريق فاسدة، هذا الكتاب أدى إلى ديكتاتورية الحكام لأنهم صاروا يحكمون بما يسمى بالحق الإلهي. هذا الدليل المكتوب بالأيدي مع أنه منسوب إلى الله تبارك وتعالى ظلما وظورا أوجد ظلم الإقطاع وأوجد، فثار الناس على هذا الدين الباطل، ولكن للأسف قرروا ألا يرجعوا إلى دليل، وقرروا أن يجربوا، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، لأن التجارب فيما يتعلق بالإنسان تجارب لا تتضح آثارها إلا بعد عشرات بل ربما مئات السنين، فلا يتضح أثر اعتبار مذهب اقتصادي معين أو مذهب أخلاقي معين إلا بعد عدة أجيال يعيش الناس فيها على أنهم فئران تجارب ويجربون ما ينتجه له غيرهم، ما ينتجه لهم غيرهم من الفلاسفة والمفكرين. والإنسان مخلوق مكرم أكرم على الله من أن يكون هو فأر تجارب. نعم، يمكن مظاهر حياته، وسائل حياته، كيف يزرع الأرض، كيف يصنع ملابسه، كيف وكيف وكيف، خاضعة للتجربة لأنها لا تؤثر كثيرا ولا قليلا فيه كإنسان. إذن هذا هو المدخل الذي سنبتدئ منه، من أن هذا الدين هو دين التكريم للإنسان. الحضارات الأخرى عاشوا فترات يبحثون عن هذا الإنسان، من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين المصير، وكانت هذه عند بعض الأمم أسئلة تطرح في علم الفلسفة، وعلم الفلسفة يحاول الوصول إلى إجابات هذه الأسئلة عن طريق العقل، والعقل لا يستطيع أن يجيب عليها البتة، لأن العقل إنما يرصد بالحواس أولا ما يدرئ ما يدور أمامه، ثم يحلل ما يجري أمامه ليصل من هذا التحليل إلى اكتشاف ما أودعه الله في الكون وما خلقه في الكون من أمور، فهذا هو دور العقل. ولذا فإن العقل اكتشف كثيرا مما خلقه الله في الكون من أمور الأجسام المادية وعلاقتها ببعضها البعض وما فيها من سنن كونية اكتشفت بعد ذلك معها وطورت وصنعت بها المخترعات ونحو ذلك، ولكن كيف للعقل أن يعرف كيف بدأ الخلق، وكيف للعقل أن يعرف ماذا بعد الموت؟ ولذا اضطرب هؤلاء القوم اضطرابا كثيرا. ثم جاءهم من يقول: جئتكم بالخبر اليقين عن الإنسان وقصة خلقه وماذا بعد الموت. فأقبل الناس في أوروبا على الدين النصراني، وكان أحد أسباب هذا الإقبال أنهم شقوا بكثرة التضارب في إجابة الأسئلة حول الإنسان: من هو؟ ومن أين جاء؟ وإلى أين يسير؟ ولكن الذي أتاهم بهذه الإجابة كما ذكرنا آنفا كذب فيها، وأدخل فيها قدرا من الأساطير الوثنية التي منها فروا، ثم أضاف إليها تشريعا ليس من عند الله، فيه من الشقاء ما فيه، فترك هؤلاء ليس هذا التشريع فقط، بل قالوا: نحن نتكلم عن الحياة الدنيا، لا تكلمني إلا عن الطبيعة، وأما ما وراء الطبيعة الميتافيزيقا فقد حرموا الكلام فيها، أو على الأقل
زهدوا جدا في أن يبحث فيها أحد، فصاروا يتكلمون عن الحياة وفقط، أما ما قبلها وما بعدها فلمن صدق أو ما زال يصدق ذلك الدين الذي كشى الذي ثبت أن فيه من التزييف ما فيه يصدق، والذي يريد أن يجمع بين انتمائه لهذا الدين وبين تكذيبه أو تشككه فيما يخبر به عن الإنسان وقصته فليتشكك. ولكن أخذوا قرارا أنهم يعيشون حياتهم وفقط، ويعيشونها بالتجارب الإنسانية، كيف ينظمون حياتهم في سياساتهم واقتصادهم واجتماعهم ونحو ذلك. فإذا معظم إن لم يكن كل الحضارات الأخرى تكلمنا عن الحياة وعن طريقة إقامتها وبواسطة تجارب بشرية، وهذه التجارب طالما أنها تتكلم عن حياة تنتهي بسرعة فمن الطبيعي أن نجد فيها نظريات من جنس النظريات النفعية، نظريات من جنس المدرسة الليبرالية التي ترى أن غاية ما ينبغي أن يطلبه في الإنسان في الحياة هي اللذة، وأنه لا ينبغي أن يعوقه أحد على أن ينال لذة يريدها سواء بالقيد ديني أو اجتماعي أو غيره. من الطبيعي جدا أن نجد أناس يعبدون الحياة، يعبدون المال، يعبدون الشهوة الجنسية، يعبدون أي شيء، ويضلون من أن يصلوا إلى معبودهم الحقيقي. هنا نتذكر قول ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد الفرس: إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لأن هؤلاء بعدما يقولون أن غرضهم هو الوصول إلى اللذة الدنيوية وإلى المنفعة الدنيوية وأن عليهم أن يجربوا، لا يجرب كل واحد منهم بنفسه، لا يوجد في الدنيا عبر التاريخ يوجد كم فيلسوف سياسي، كم فيلسوف اقتصادي، كم منظر اجتماعي، أفراد قليلون يصيرون هم آلهة من دون الله، بعدهم يأخذ تلامذتهم والمتأثرين بهم كلامهم فيشيعونه في الخلق ويطبقونه سواء بطرق دكتاتورية أو بطرق ديمقراطية، الأمر سيان. فهناك عباد يتحكمون في رقاب العباد، هناك عباد يحكمون في دماء العباد وفي أعراضهم، هناك عباد من جملة ما وصلوا إلى ما وصل إليه معظمهم أنه إذا قام اثنان فتشاجرا فقام أحدهما عمدا بقتل الآخر، فهم يرون أن هذا المقتول لا ينبغي أن يكون هناك قصاص طالما أن القتل ها هنا تم عمدا ولكن دون سبق إصرار وترصد. فهؤلاء القوم لديهم ميل إلى عذر المجرم وليس لديهم نفس الشعور بالذنب تجاه المعتدى عليه، فسيكون هناك من يقتل، وما كان ينبغي أن يتولى تقدير الجرم إلا الخالق، ومع ذلك سوف يقول هؤلاء أن القاتل حينئذ لا يستحق أن يقتل، وأن القاتل يعاقب بعقوبة السجن إلى غيرها من العقوبات، لأنهم لا يرون القصاص إلا إذا كان هناك القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. هذا باختصار الكلام على غيرنا من الحضارات. أما الإسلام فهو يخاطب العقل ابتداء في أن يعرف أنه مخلوق وأن له خالق، وأن الخالق لا يعقل أن يترك خلقه سدى، وأن الخالق قد أرسل أو أن هناك من ادعى أنه رسول من عند الخالق يعرف المخلوق بنفسه وبأصله وبحياته وبمصيره، وأن هذا الذي ادعى أنه من عند الله معه من أدلة صدقه كذا وكذا وكذا.
فإذا انتهى الإنسان إلى التصديق بذلك حلت له جميع مشاكله، فقد عرف أصله ومنشأه، وعرف الغرض من حياته، وعرف المصير الذي يصير إليه. ثم قيل له بعد إذ عرفت ذلك: خذ منهاجا لحياتك تسير به، ولكن وقد فقهت بأن الحياة ما هي إلا مزرعة لحياة أخرى، وأن هذه الدنيا وبعدها الآخرة. إذن من نقطة الالتقاء، من أول القضية، يفترق الإسلام عن غيره من المناهج الوضعية. الإسلام يقدم للإنسان منهج كامل يعرف الإنسان من هو، والمناهج البديلة تقول إياك أن تتكلم فيما وراء الطبيعة، وإياك أن تسأل عن نشأتك. ومن منهم يتكلم عن النشأة يقول أن الإنسان أصله جرثومة في ماء آسن تطورت إلى أن صارت مخلوقا، وتطور هذا المخلوق إلى أن صار قردا، ثم تطور إلى أن صار إنسانا. وهذا ما يؤمن به معظمهم في قضية أصل الإنسان. لماذا؟ لأنهم يفرون دائما من أن يرجع إلى مصدر آخر غير العلوم التجريبية. فهذه النظرية على أنها ساقطة علميا، ومع أنها تطعن الإنسان في كرامته، إلا أنها هي النظرية المعتمدة عند هؤلاء القوم. لماذا؟ لأنهم ينفرون تمام النفور من أن يرجعوا إلى دين كان فيه من الأكاذيب ما فيه، وكان الظلم يقع عليهم بسببه. فلماذا مطالب نحن بأن يقع علينا أو أن نقلدهم فيما يفعلون؟ على أي نقول هؤلاء لا يتكلمون في أصل الإنسان، أو إن تكلموا نسبوه إلى ما ذكرنا. وأما دين الإسلام فيعرف الإنسان من شاء، ويعرفه بأن أباه الأول خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، وأن الله خلقه مخلوقا مكرما. عندما تكلم من قيل له أنك مخلوق مكرم، فعليك أن تترفع عن الرذائل، عليك أن تترفع عن الزنا، عليك أن تحترم عقلك فلا تذهبه بشرب الخمر. يختلف الأمر تماما عند من قبل من حيث المبدأ أن يكون جده الأكبر جرثومة ملقاه في طريق في ماء آسن. فإذا قضية مختلفة تماما في ما يبين الإسلام لأتباعه من هم، والتكريم الذي يناله الإنسان بمجرد أن يقول أنه مسلم فيعتقد أن أباه الأول خلقه الله بيده. إذا القضية افترقت تماما. وإذا وهذا ما يفسر بأن المسلم إذا قيل له امتنع عن رذيلة ما مثل الخمر مثلا يمتنع، بينما اقتنعت أمريكا لأسباب مادية بحتة ليس فيها شيء يتعلق بالأخلاق بأنه يجب منع شرب الخمور تماما، وسنوا قانون تخال أنك تقرأ في كتاب فقه إسلامي يحرم تصنيع الخمر وبيعها وحملها وشربها إلى غير ذلك. وصلوا 8 سنوات من سنة 1922 ل 1930 يكرسون شرطة خاصة لتطبيق هذا القانون وفشلوا. لماذا؟ إذن هذا حكم من أحكام الشرع وفشل تطبيقه في أمريكا. فهذا يعني أن الشريعة لا تناسب الأمريكان؟ لا، لأن الشريعة ليست حكم مفرد. نحن نتكلم عن الإسلام الذي ابتداء خاطب الإنسان بأنه مخلوق مكرم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذه قضية تختلف تماما ولها ما بعدها. دايما بعض الناس يأتينا بحلول يعزلها عن البيئة الفلسفية التي نشأت فيها، فإذا عزلها لم يتبين له أن يدرك الإطار الفكري العام الذي تحرك فيه المسألة. نحن نقول في دين الله تبارك وتعالى عرف الإنسان أنه مخلوق مكرم، وأن عليه أن يراعي ذلك التكريم، وأن حياته ينبغي أن تنبع من ذلك. ولكن الشرع لم يتركه أيضا يجرب فيما يتعلق بكرامته الإنسانية.
كما ذكرنا يجرب في نظم الزراعة، في نظم التجارة، في نظم الصناعة، ولكن فيما يتعلق بكرامته الإنسانية لم يترك الشرع له أن يجرب. ومن ثم جاء التشريع الإسلامي بما يضمن للإنسان أن يبقى إنسانا مكرما فيما يتعلق بأهم شيء في المجتمع بعد هذه العقيدة وبعد هذا الإيمان الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. فجاءت الأحكام مفصلة في العلاقة بين الرجل والمرأة والعلاقة وشؤون الأسرة وكيف تتكون الأسرة. والبعض يظن أن هذه الأمور من البداهيات، لكن احمد الله على العافية، احمد الله على نعمة الإسلام، قل الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لأن هذا الأمر ليس كذلك عند من لم يهتدي بنور الوحي ولم يهتدي بنور الإسلام. مثلا الذي يسيطر على الفكر الاقتصادي الغربي إلى يومنا هذا، نظرية بتقول لهم إن الزيادة السكانية بتزيد بالمتواليات الهندسية 1 2 4 8 16، وإن الإنتاج بيزيد متوالية عددية 1 2 3 4 5 6، يعني مع خط الزمن هنعيش في مجاعة، كل ما نمشي في الزمن نعيش في مجاعة. قال يبقى لازم ما يبقاش في نسل. قال ولكن الذي يدفع إلى النسل هو وجود الشهوة الجنسية. قال فإذا لابد من حيلة لوجود شهوة جنسية بلا نسل. وكان نتيجة لذلك تبني الإباحية اللي هم دلوقتي يلبسوها لباس أن الإباحية ناشئة من نظرية الحرية، أن هم بيحبوا يمنحوا حريات، بينما هي في الواقع ناشئة من خوف وهلع على الدنيا اللي هم مش شايفين غيرها، لا شايفين قبلها ولا بعدها ولا فوقيها أن في خالق مدبر. أيضا جزء من العقيدة الإسلامية احنا بنقول إيه؟ ألا له الخلق والأمر، 3 حاجات. نعتقد أن الكون له خالق، وأن هذا الخالق مدبر للكون، هذا الأمر الكوني، وأنه هو المشرع، ده الأمر الشرعي. في 3 حاجات جزء رئيسي من عقيدة أي مسلم. نحن أمام حضارات أخرى تقول لا خالق، أو له الخلق بلا أمر بنوعي، وده الأكثر شيوعا في الغرب حتى وإن تسموا نصارى، ومن سألهم يعرف إن عندهم النصرانية مجرد خلفية ثقافية يواجهون بها الإسلام، لكن هل يعتقدون بالخطيئة الأولى والفداء والصلب؟ هل يعتقدون بأن هناك إله مدبر؟ لا. فإذا معظم هذه العقيدة نشأت في جو فلسفي يتكلم عن خالق لا يدبر، وبالتالي يبقى هو اللي لازم يلحق يدبر ولا يشرع. فهو عندهم أزمة أن النمو السكاني يسير بمتوالية هندسية، والنمو الإنتاج ينمو بمتوالية عددية، إذن هو حاسس أنه هو اللي بيدبر، وبالتالي لابد أن يشرع التشريع الذي يناسب التدبير. ونحن نقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالإله عندنا هو الخالق، هو المدبر، هو المشرع. طبعا نظرية أن الإنتاج والموارد تنمو بمتوالية عددية ثبت فشلها، ومع ذلك ما زال الغرب أسير لها، لأن ثبت أنه في علم الله أنه تتطور طرق الزراعة، والفدان الواحد يعطي مكان يعطيه 10 أفدنة، في علم الله أن يتطور طرق البناء ويبقى فيه توسع رأسي، في علم الله أن الناس تقدر تحلي مياه البحر، في علم الله أننا. وبالتالي عندما تأخذ الشرع من عند الخالق تستريح تماما. ذاك أحيان كثيرة بيتكلمون في بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المعقدة جدا، ماذا قدم فيها التشريع الإسلامي؟ أنا أقول لهم من الذي أدراكم
أنه إذا طبق الشرع سوف توجد هذه المشكلة. يعني مشكلة البطالة مثلا كإحدى المشكلات، دايما يسألونا عن حلول البطالة، عايزين نقول لهم مثلا هل نحن مع تعظيم دور الدولة في المراقبة على الاقتصاد ولا احنا ضد ذلك؟ هل البطالة مثلا نفرض تعيين عدد معين على شركات القطاع العام والقطاع الخاص ام لا؟ هل مثلا حلول، بعض حلول بتقدم في المدارس الاقتصادية المختلفة وبعضها لا حرج منه، يعني مثلا التوسع في المشروعات الصغيرة، يعني انشاء مراكز تدريب مهني، كل الكلام ده من الاخذ بالاسباب. لكن مين قال لهم هل الاسلام عبر 14 قرنا عانى من مشكلة بطالة؟ ما عندناش في التراث الفقهي حد عمل لنا بحث عن البطالة لانها لم توجد. طب لماذا لم توجد؟ يعني بيقول البطالة موجودة في كل الدنيا، الكساد العظيم في امريكا سنة 1930 وده من ساعتها، ويوجد هاجس كبير جدا عند الغرب اسمه البطالة، هو يعني محسوس ويكون له دورات معينة بيحصل تلقى. يقول له ده ممكن تشريع يعني تراه أنت صغيرا ويكون هو ده اللي حل مشكلة البطالة. لو تعملت في حرمة الربا مثلا تلاقي يعني لو التزم المجتمع بحرمة الربا بقاش فيه بطالة. ليه؟ الربا بيعمل ايه؟ بيجي المرابي الكبير ياخد الاستثمارات من صغار ومتوسطي المدخرين اللي مدخراته لا ترقى انها تنشئ مشروع مستقل، يقول له هات وانا اعطيك بربح مضمون، بدل ما تجرب هديك بربح مضمون. فيقوم واخد الناس كلها، الانسان اللي احنا بنقول ايه، الشرع من عند الخالق، والخالق يقول وانه لحب الخير لشديد، فالخالق يعلم ان الانسان شديد الحب للمال، والخير هنا بمعنى المال. فبالتالي مش هيبقى لو كان النظام الاقتصادي الذي يحكم المجتمع يعطي للإنسان فرصة للاستثمار الآمن، إن المية أكيد بمية وعشرة هتلاقي ناس كتير رايحة في هذا الاتجاه. ففي المرابي الكبير سيأخذ هذه الأموال ويستثمرها في مشروعات كبيرة. المشروعات الكبيرة لها آلية معينة خلاف المشروعات المتوسطة والصغيرة. في شبه اتفاق بين المدارس الاقتصادية المختلفة ان حل مشكلة البطالة هو التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة وتحجيم المشروعات والتوسع في المشروعات التي تحتاج عدد عمالة اكبر في مقابل المشروعات التي فيها انتاج كبير بعدد عمالة اقل. الكلام ده كله ممكن يحصل بدون ما انت تنتبه له ولا حد ينتبه له. الربا حرام، انت معك مبلغ من المال ادخرته لانك انت عندك وظيفة بتدر دخل عالي شوية، فانت مش رجل اعمال بطبيعتك ولا مستثمر، والمدخرات اللي معك قليلة، مضطر عشان تنمي مالك تشوف شاب صغير تعمل معه مشروع صغير لان مفيش وسيلة تانية، والا مدخراتك على الاقل تتناقص بمقدار الزكاة. فاذا مجرد تحريم الربا يخلي الحل اللي هم وصلوا له بعد سنين ان حل مشكلة البطالة التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحصل تلقائيا. لما يبقى يعني عمل المرأة هو خلاف الاصل، الاصل في المرأة طبعا البعض هم ورطونا في مصطلحات خاطئة، كأن المرأة اللي في البيت امرأة عاطلة، يقول لك المرأة العاملة يعني اللي بتنتج افضل منتج في المجتمع تبقى عاطلة، اللي بتنتج الناس البني ادمين، تديك طفل ما عنده عقيدة صحيحة، عنده اخلاق، يعرف يكتب ويعرف يحسب ويعرف ثقافة عامة، الام مدرسة. الكلام ده ما نسمعوش غير 21 مارس بس، 21 مارس تلاقي ان الام مدرسة وان وظيفة الام وظيفة عظيمة. طيب نرغب بقى المؤهلات لوظيفة الأم ان هم يشغلوا هذه الوظيفة العظيمة؟ ابدا، تجد ده دايما الترغيب ان تهجر بيت استنادا انه يجوز لها ان تعمل، يجوز ده هذا استثناء، لكن الترغيب، الآلة الإعلامية، النظام الإعلامي بيقول لها ايه؟ بيقول لها تبقى تنتج ونسميها كده. ما هو انت تقول هذا عسل النحل تمدحه،
وإن شئت قلت ذا قيء الزنانير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. فإذا هو من الأول سمها عاطلة وحط شوية لوازم كده، تقعد في البيت تبقى أصلا مدام محتاجينها تقعد في البيت يبقى مش هتتعلم، ما احنا عايزينها تقعد في البيت تدي حساب وعربي وعلوم، عايزينها تقعد في البيت تعالج طفلها، يعني بمعنى اللي قعدت في البيت دي عايزة علوم كتيرة جدا ربما أكتر من اللي هتكمل في مجال واحد بره، لأن دي فهو راح حط تلازم في قعدوا في البيت هم جاهلات. اه فيه طب، لكن هل هو ده النموذج اللي احنا بننادي بيه؟ هو حط تلازم، تقعد في البيت يعني جاهلة يعني عاطلة يعني إلى آخر هذا الأمر. نقول لو إن النموذج بيقول للمرأة إنها تكون منتجة في بيتها، يقوم معظم النساء يستجيبوا، ما هو يعني الاستجابة بتتم حسب اتساع الدعوة، فتقعد في بيتها يبقى فيه فرص عمل للرجال، ده يحقق من جهة تانية اللي بيقولوا عليه العدالة الاجتماعية. ما أنا مش معقول أسرة تنال فرص عمل مضاعفة، لا سيما إذا كانت الدولة هي المطالبة أنها تخلق فرص عمل، وأسرة تانية ما تلاقيش بقى عائلها مش موجود، أو شاب مش لاقي يتجوز لأن في أسرة تانية فيها. فإذا لو إن هذه الثقافة سادت إن هذه المرأة تنتج في بيتها وتبقى هي شايفة أنها بتؤدي رسالة عظيمة، مش يبقى المجتمع بيعايرها أنها منتجة جوه البيت ويسميها عاطلة مع أنها بتنتج أفضل منتج. يوم في المقابل معدل الإنفاق يقل. مشكلة من المشكلات الاقتصادية الكبيرة النزول بسقف الاستهلاك. طب ما هو تلقائيا في تناسب طردي بين خروج المرأة من بيتها وبين معدل الاستهلاك، ده شيء طبيعي جدا، سواء استهلاكها هي الشخصي أو استهلاك المنزل، لأنها سوف تعتمد على غيرها في أشياء كثيرة. فأحيانا هم بيطرحوا لنا مشاكل ويقولوا هل هذه المشاكل أين البحوث الشرعية التي تعالجها، مع أن في بحوث بلا شك هم بيقراهاش، ولكن بنقول لهم ده معظم هذه المشاكل محلولة تلقائيا بمجرد ما تطبق الشرع مع يسره ووضوحه، تقوم تلاقي أن في حاجات من فرط يسرها حلت مشاكل في غاية الصعوبة. تعال نرجع للمضمار اللي احنا بنتكلم فيه تاني، نتكلم ان الشرع بيقدم للإنسان كل ما يحتاجه، انه بيعرفه بنفسه، بيعرفه بحياته وما ينبغي ان يكون فيها، بيعرفه بمآله، ثم يعطيه المنهج الذي يسير عليه في هذه الحياة مستصحبا معه تكريمه الأصلي، والذي سوف يهون عليه كثير مما يمكن أن يلاقيه في هذه الحياة الدنيا، ومستصحبا أن الدنيا دار عمل بلا جزاء وأن هناك استكمال الجزاء في الآخرة، ويعطيه التشريعات التفصيلية التي تحافظ على كرامته في الدنيا. هذه التشريعات التفصيلية يعني يطول بنا المقام جدا لو أننا حاولنا أن نمر عليها تشريع تشريع لنرى الحسن والكمال والتمام فيه، ولكن حسبنا أن ننظر إلى هذه الصورة الشاملة ثم ننظر معها بدرجة فيها قدر يسير من التفصيل إلى ما يسميه العلماء بمقاصد الشريعة. فيعني بعد هذه النظرة العامة جدا، طبعا لو أنك تتبعت تشريعا تشريعا لوجدت فيه من الحسن والكمال والتمام ما لا يعني يتصوره عقل، وإنما يدرك العقل منه ما يدركه برحمة الله تبارك وتعالى وبما يقيم به الله عز وجل الحج على العباد. في ذات الوقت يعني قضية في ذات الأهمية حتى قبل أن نمر بسرعة على هذه المقاصد، في ذات الوقت تجد لأن كان الله تبارك وتعالى يرسل النبي تلو النبي، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البشرية كانت في وقت في مراحل نمو. فلما كان في علم الله، أنا بركز كتير جدا على ألا له الخلق والأمر وعلى
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما كان في علم الله أن البشرية بلغت مرحلة ما من النضج لن يطرأ عليها كبير تغيير، قدر الله عز وجل أن يرسل الرسول الخاتم بالشريعة التامة الكاملة. وكان من معالم تمامها وكمالها أن فيها أدوات الاجتهاد، وإن فيها تميل إلى ذكر القواعد العامة التي يمكن أن تفرع عليها كل ما يستجد من حوادث. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، حديث من كلمتين، قاعدة شرعية عظيمة. النهاردة بنحرم شرب الدخان بعد ما ثبت أنه ضرر، بنحرم أنواع المخدرات كلها حتى وإن لم تكن مسكرة لما ثبت ضررها، بنحرم أنواع المبيدات المسرطنة اللي وغيرها من أنواع الضرر، قاعدة كلية. هذا كان مما قدره الله تبارك وتعالى، إن هذه الشريعة الخاتمة يبقى لابد تكون جامعة مع سهولة نقلها، فكان هذا بما أنزل الله فيها من الآيات البينات وبما علم رسوله صلى الله عليه وسلم وأتاه من جوامع الكلم التي يكون بها اللفظ اليسير تحته الكثير من المعاني. والأوضح من كده والأبهى من كده إن بعض هذه المعاني تكون موجودة زمن النص وبعضها يتولد بعد النص، ولكن كما لو كان النص نزل عليه. لما تيجي أن تطبق لا ضرر ولا ضرار على شرب الدخان تدرك تماما إن هذا النص معجز وأنه مما أعطاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليشمل أحكام تشريع، ليشمل وقائع لم تأتي بعد. من هذه الـ هذا الشرع الكامل كان من عوامل كماله أنه قصد إلى مقاصد استقرأها العلماء في مقاصد خمس: حفظ الدين، وهذا هو أول المقاصد، هذا جزء وجود المقاصد وتعليل الأحكام كان جزء مما هيأ الله عز وجل به هذه الشريعة أن تكون شريعة تامة شاملة كاملة لكل زمان ومكان. فشرع الله تبارك وتعالى إقامة الدين من تعليم الدين وتعليم التوحيد والدعوة إليه: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى ومن إقامة الصلوات وإقامة الجمع والجماعات، إلى غير ذلك مما شرع لحفظ الدين. طبعا ما نيجي نتكلم على مناهج أرضية دنيوية لا دينية، فستجد إن أول حاجة هو الرخاء والرفاهية والسعادة. إحنا أول حاجة عندنا حفظ الدين، مع إن الرخاء والرفاهية والسعادة تحصل، أو السعادة والاطمئنان عند اللي عنده رقم واحد حفظ الدين، ولا تحصل عند اللي رقم واحد عنده السعادة، لأنه لما خلها الدنيا بس فقد الاطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مسألة ما تتأس بالمسطرة ولا بالميزان ولا بغيرها، ولكن تقاس باطمئنان القلب. واللي هو قال له أنا هعمل لك رفاهية ورخاء، لو اترفد من الشغل يروح يموت نفسه قبل ما يروح البيت، لأنه ما عندوش شيء يرتكز عليه. هو تربى على إن هي الحياة الدنيا، وإنه غرضه فيها يحقق اللذة والمنفعة، وإنه إن هو النهاردة اتفصل من الشغل وعليه كمان فوائد ربا وعليه وعليه. فنسبة الانتحار في هذه الدول أعلى ما يكون، حتى توصل 25% في بعض هذه الدول. بالمناسبة بعض الدول الليبرالية من باب التوسع في الحرية بيعطي حق الانتحار، وعندهم حاجة اسمها سياحة الانتحار في سويسرا. يعني أي واحد عايز يموت نفسه في بلد هم شايفينها متخلفة ورجعية زي عندنا مثلا، نستغفر الله، فيقدر يروح يطلب تأشيرة من سفارة سويسرا، يقول له انت رايح تعمل ايه؟ يقول له رايح اموت نفسي.
لأن القانون هناك بيسمح بذلك ويروح، وده موجود. ده يعني عشان أحيانا بس يقولولنا، وطبعا المقام لا يتسع، وإحنا حاولنا مع إجراء مقارنة سريعة مع النظم العلمانية بصفة عامة بدون أن نتدخل في فكر بخصوصه، مع أن أخطر في زماننا ده أكثر منافس هو الليبرالية. لما نيجي نقول له أنت مجرد ما قلت تعظيم الاختيارات الفردية بغض النظر عن الثوابت العقدية والاجتماعية، خلاص كده أنت قلت كل الموبقات اللي في الدنيا. يعني يقول لهم الليبرالية تجيب الشيوخ يقول لك استغفر الله أنتم وما الشيوخ دول بيتهمونا بالباطل. لا، ما أصل أنت قاعدة، هي قاعدة صغيرة سطر واحد يتكتب، بعد كده يبقى مفروض يبقى هو من حقه الشذوذ، مفروض من حقه قتل نفسه. لما تيجي تمنعه تبقى انت اللي بتخالف اللي انت كاتبه، تبقى مضطرب. ذلك حتى واحد كبير منهم قالوا له طيب الدعارة في دول بتسمح بيها ودول بتمنعها، قال لهم والله خلاص يعني المجتمع لو شايف انها مش في الصالح ما يمنعها. قالوا طب هيقولوا دي بتجيب فلوس، قال وجهة نظر. يعني فاذا القضية هو ممكن نفسه ما يكونش بيشرب الخمر ولا انه بيفعل الموبقات، ولا حتى مش عايزين نقول يتمنى انها تحصل، لكن انت بتتكلم على نظام فلسفي واخطر منه انه يبقى نظام قانوني، لان القاعدة القانونية صماء. فلما انت تيجي تكتب في الدستور كده انه لا يجوز تقييد الحرية الفردية للاشخاص الا اذا تعارضت مع الصالح العام، ينفع بعد كده واحد يقول لك طب وانت عايز تمنع الانتحار ليه؟ حد زعلك في حاجة؟ اللي موت نفسه ده جي جنبك، طب عايز تمنع الخمر ليه؟ ما هو بيشربها بعيد عنك. عايز تمنع الزنا ليه؟ وهو مش ممنوع في القوانين دي. طب عايز تمنع الدعارة ليه هي كمان؟ من حقه يسأل وقتها، ما دام القاعدة بقت كده من حقه يسأل، انت ليه ما أذنت بالزنا؟ لو انت بتقول عشان المانع الشرعي يبقى هتمنع الاثنين، عشان مانع اللي هم بيقولوه النظام العام لان هو ما يضرش المجتمع، لا من وجهه نظرهم اذا كانت اللي زانت ما ضرتش المجتمع يبقى اللي زانت باجر هي الاخرى لم تضر المجتمع. فالمقصد هنا ان المقاصد الشرعيه رقم واحد حفظ الدين، وهو ده اللي بيحقق السعاده، لان اللي قالوا له احنا هنحقق لك اللذه والنشوه في الدنيا وهي دي السعاده، ما عملوش حل للحظات الأزمات وهي كتيرة جدا. لحظة أنه هو يرصف في امتحان، أنه يخسر عمل، أنه يخسر أمواله في البورصة بذاته، وعمل له نظام اقتصاد ليبرالي، يعني ملايين بتتضاعف وممكن تطير في لحظة، أنه يجيله مرض، كل ده ما عملوش ما قدملوش حل. وبالتالي عندهم برضو ده غير الانتحار، خد بالك في القتل الرحيم ده موجود في دول كتير. يعني في دول تقول لك الانتحار بصفه عامه، في يقول لك لا اللي بيعاني مرض عضال، هو مش لاقي له حل، هو عاجز ان يقدم له حل، لانه هو بيقول له انا بجيب لك اللذه، طب ضاعت خلاص، ضاعت معها الحياه، ضاع الانسان. احنا بنقول المقصد الشرعي رقم واحد حفظ الدين، والشرع شرع من اجله ما ذكرنا، وشرع من اجل الحفاظ عليه، يعني شرع من اجل ايجاده اللي ما ذكرناه، من اجل الحفاظ عليه الجهاد والامر عفوا عن المنكر وحد الرده وهجر المبتدع الى غير ذلك. يلي ذلك حفظ النفس، ولو انت بصيت لها حفظ الدين هو الاساس لحفظ النفس، لان النفس بلا دين نفس شهوانيه بهيميه. فاول شيء حفظ الدين لانه ضروري جدا للفرد والمجتمع، والمقصد الثاني من مقاصد التشريع حفظ النفس، لأن الإنسان مخلوق مكرم، ولأنه موجود في الدنيا ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا لابد من حفظ نفسه، ومن أجل ذلك أتت الشريعة بوجوب النفقة ووجوب الاكتساب، ووجود النفقة بترتيب معين لا يوجد له نظير في التشريعات الغربية، وجوب التداوي إلى غير ذلك من الأمور، ومنع في المقابل من كما ذكرنا من قبل الحديث الجامع من قول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكل ما يضر بالنفس سواء الإنسان يضر بنفسه
أو يضر بغيره، فلا يجوز أن يضر بنفسه، ولا تركب أيديكم إلى التهلكة، ولا يجوز أن يضر بغيره، ولا يجوز أن يتناول الخبائث كما ذكر الله عز وجل في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أشرف ما في النفس العقل، ولذا كان من مقاصد الشريعة حفظ العقل. من الناحية الإيجابية أتت الشريعة بتنمية العقل والأمر باستعماله دائما، وإحنا برضو تورطنا في إن الأعداء جرونا إن إحنا نقول السلفية والعقلانية. خد بالك ده من الأول بقى، مش السلفية والعقلانية، هم بيقولوا الإسلام أصحاب الديانات والعقلانيين. لما بيجوا يعرفوا العلمانية يقولوا أول أساس للعلمانية العقلانية، كأننا إحنا هم طبعا خلاص أنت كده التعبير في حد ذاته منحاز، هم عقلانيين وإحنا مش عقلانيين. هل اللي هو عمال يجرب وهو عنده الخبر اليقين هو اللي عقلاني، ولا اللي خد بالخبر اليقين وما جربش هو اللي عقلاني؟ فعايزين نسمي الأسماء باسمها. احنا واقفين في مفترق طرق، والطرق واسعة جدا ومتشعبة جدا، والتجارب زي ما احنا شايفين، تجربة الاشتراكية خدت لها 50 سنة، وتجربة وهكذا، التجربة تجربة النازية كيف شقت الأمة بها العالم كله بها. وعندنا في دليل بيقولك استخدم العقل في التثبت انه دليل صحيح، وانه هذا الاستعمال العقلي مش هياخد منك والله لحظات عندما نور الله بصيرته. وبعدين امشي على الدليل ده، مين اللي عقلاني؟ ده الكلام اللي احنا يعني اللي لازم ناخد بالنا منه. فالاسلام هو دين العقل، والعلمانية مش دين العقل. هو بيستخدم العقل، بيستخدمه غلط. واحد عمال يجرب وهو عنده الخبرة كنت تسميه عاقل؟ لا، ده معاه عقل بس يستخدمه غلط. ونفس الامر لما تدخل بقى جوه الاسلام، كل ما يقال في مقارنة الإسلام بالأديان الباطلة يقال بمقارنة منهج الصحابة والتابعين في مقارنة المناهج اللي استفادت للأسف من بدع الآخرين. يعني أنا لما يبقى عندي النص الواضح أسيبه وأروح برضه أجرب بعقلي زي اللي جرب من الأول خالص، بعد ما عرفت إن الكون له خالق وإنه المبدأ والمعاد وغير ذلك، أجي في التفاصيل وأجرب مع أن عندي الحكم الشرعي، يبقى هو ده العقل؟ مش هو ده العقل. العقل أجرب. ولذلك بنقول أن العقل السلفي أبدع أيام إبداع. هو ده العقل ليه؟ متوفر للمجال بتاعه. العقل السلفي أبدع علم أصول الفقه لغاية دلوقتي. بتوع القوانين في العالم كله لما يحبوا يدرسوا علم تفسير النصوص ياخدوا كتب أصول الفقه اللي كان واضع أول أصولها الإمام الشافعي رحمه الله. أبرز علم عند من يسمونهم هم بالأصوليين أو بالسلفيين، أبرز علم علم مصطلح الحديث اللي بيميزه الصحيح من الضعيف، علم عقلي من أوله إلى آخر. يبقى إذن العقل عندما يوضع في مضماره ينتج، وعندما يوضع في العلوم التجريبية ينتج. ولذلك كانت الحضارة الإسلامية يعني الغرب عاش قرون طويلة ما لم يتحرك سنتي في العلوم التجريبية. لما في الفترة الوجيزة اللي كانت الحضارة الإسلامية فيها هي القائدة، تقدم علم الطب والتشريح والعمليات، تقدم علم الهندسة، تقدم علم الفلك، تقدم علم الحساب، واكتشف نظام العد اللي هو دلوقتي تعرف تعمل الجمع والطرح والضرب بعملية آلية. قبل كده كان يقعد يرسم علامة 2، النظام الروماني ده اللي كان نظام يعني عقيم جدا، مش ممكن تجري معاه عمليات جمع وطرح كبيرة، وكان يوم ما تعرف تعد 1000 ده يبقى حاجة صعبة جدا وعايز صفحة كاملة تكتبها فيها، إلى غير ذلك. كل الدنيا تقدمت، ومن النقطة دي الغرب كمل. ليه كمل؟ دي قصة تانية يعني مش موضوعنا دلوقتي، لكن للأسف يعني العقل لما تحط في مجاله أنتج. العقل الغربي بعد كده اتحط في مجاله وانتج، بس مع اغفال انه ياخد الغيب من مصدره. ما هو كلا طرفي قصد الامور ذميم. اذا من مقاصد الشرع حفظ العقل، وحفظ العقل عن طريق الحث على الفكر والتفكر في ملكوت السماوات والارض،
الحث على الفقه في دين الله، استعمال الفقه في محله، الحث على تعلم العلوم الدنيوية ونفع الأمة بها واعتبار هذا واجب ديني من فروض الكفايات، ثم في جانب حفظ العقل مما يضر حرمة الخمر وكل ما يضر العقل، وهو مما يعني الآن تستطيع أن تقول ممن فرضت به الحضارة الإسلامية وما زالت متميزة به. يكفي أن تعرف أن 40% من أسباب دخول غرف العناية المركزة في أوروبا وأمريكا هو الشرب المسكرات. طبعا عندهم ده تقدم طبي كبير جدا، وسبحان الله ربنا قدر، يعني هم يبقى عندهم منذ اليوم الأول رعاية طبية عالية عشان يبقى باين في الآخر اللي بيوردهم المهالك اعراضهم عن شرع الله. الرعاية الطبية تفرز معظم الأسباب، ما تكملش معاهم يكمل معاهم الحاجات اللي جاية من الخمر، الحاجات اللي جاية من التوسع في الجنس خارج نطاق الأسرة، الحاجات اللي جاية من لحم الخنزير. تقريبا الأمراض عندهم جاية فقط من الإعراض عن شرع الله، أن معاهم أسباب مقاومة باقي الأمور. أيضا من مقاصد الشرع حفظ النسل، وكيف أن الشرع حث على كما يعني قال إنسان تزوج الودد الود فإني مكثم بكم الأمم يوم القيامة، في مقابل أمم. خد بالك هنا بنقول حفظ النسل أو حفظ العرض، بنقصد بوجود نسل ووجود نسل ينتمي لأسرة ولو نسب، لكي يكون هذا النسب يترتب عليه حقوق من النفقة والتربية والتعليم. ده حل متكامل. في احنا بنقول الأمم التانية عندهم إذا كان ولا بد من قضاء شهوة جنسية فبيحبذوا قدر الإمكان تكون خارج نطاق الزواج وخارج نطاق الأسرة، خايفين على الغلات اليسيرة اللي هم شايفينها قليلة والناس هتكتر، طب نعمل ايه؟ وده بيحكم النظرية الرأسمالية والنظرية الاشتراكية على حد سواء، ولكن كل واحد عالجها بطريقة مختلفة. ايضا من مقاصد الشريعة حفظ المال، وهو الذي به قوام الناس. فكان من حفظ المال الأمر بالعمل والأمر بالتكسب والأمر بتطيب المكاسب، وفي المقابل أيضا كان هناك الحجر على الصغير والحجر على السفيه وحرمة الربا وحرمة الميسر وغير ذلك مما يضيع الأموال. وكان حد السرقة. العجيب كل ما نتكلم في الشرع، أدينا بنتكلم مثلا في الإسلام كيف عرف الإنسان من هو، من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين المصير، وبعدين الإسلام شرع له نظامه الاجتماعي والاقتصادي والقضائي، وهم يسيبوا كل ده ويقولك أهم حاجة هتقطعوا إيد السارق ولا لا. طب يا أخوانا أنتم بتتكلموا في إقامة مجتمع، وحتى بنيجي نتكلم في بعض القضايا يقولك لا دي قضايا فرعية، احنا دلوقتي بنتكلم في قضايا كبيرة، بناء مجتمع. طب بناء مجتمع كل اللي شغلكم بغض النظر ان هذا الحد حكم من احكام الله لابد من تطبيقه، لكن اللي انت بتقول له هطبق الشرع، فبدل ما يقول لك هتقيم النظام الاقتصادي ازاي، هتحل لي مشكله يعني الاضطراب النفسي الموجود عند الشباب ازاي، يوم يقول لك هتعمل ايه مع السارق بعد ما اتفقنا انه سارق واتفقنا انه مجرم واتفقنا انه لازم يتعاقب، كل اللي مزعله ايه؟ قطع يد السارق. زي ما قال بعض الشعراء على لسانهم، قال يعني يقول يريدون قطع يد اللصوص اذا هلكنا نحن بالخصوص. فهي كده، فاذا انت كل اللي مزعلك هتعمل ايه مع السارق؟ طيب هنعمل ايه مع السارق؟ اولا انت خايف على مجرم ومش خايف على المجتمع. طب احنا في الشرع قال لك اللي خطف وجرى ما تقطعش ايده، ما هو مجرم اهو، بس لسه انت تعرف تحرز اموالك. يبقى حتى اللي هم بيصبوا اليه كل ما عندهم من خير وصلوا اليه بعد تفكير وبعد تجارب تلاقيه موجود ايه؟ في الشرع. يعني هو يقول لك طب الراجل ده مش تديله فرصه يتوب؟ والله موجوده في الشرع لو قروا الشرع كويس. بمعنى المنتهب ما قطعناش ايده بنص شرعي مش بمزاجنا، لا قطع لمنتهب.
بعض الأحوال طبعا ليه الشرع يقول قطع يد السارق ولا تقطع يد المنتهب؟ أصل المنتهب هو صحيح مجرم بس لسه يقدر المجتمع شاع النهب، يوم الناس تحرص أموالها كويس ويبقى في دعوة وتربية لعلهم أن يتوبوا. لكن اللي كسر الحرز تعمل إيه أنت؟ تعطل شغلك، ما حدش يروح يصلي، ما حدش يروح عمله عشان يحفظ ماله، ولا يبقى نسيب الكلام للسراق اللي سرق من حرز ده؟ ده جريمة لابد من تطهير فوري لها. طب أقول لك ما يمكن يكون محتاج. لا والله يا عم مش هنسأله أنت محتاج ولا لا، هنشوف الشرع، لأن الشرع يأتي بأمور محددة حتى لا يصير شجار بين الناس. مش ممكن يكون السارق محتاج، المحتاج مجرم، بس المجتمع كان يقدر يمنع إجرامه بأنه يكفيه خلاص. والله اللي يسرق تمن، بقول في زماننا ده اللي يسرق تمن وجبة مشويات، ما مش هقول بقى تمن فول وفلافل، مش هنقطع ايده اكتر من كده، تتقطع ايده. الشرع بيقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، ودول حوالي 50 جنيه، ربع دينار حوالي بزماننا ده حوالي 50 جنيه. فمش هتسأله انت محتاج ولا لا، لان دي فرصة للتلاعب. ده هو مجرد ان يكون سرق شيء حقير قرين ان يكون محتاج، اذا لا تقطع يده. طيب عايزين ايه تاني؟ فاذا المشكلة بنقول له انت مش كل المشكلة، بيقول لك الثروة والنظم السياسية الان صارت تابعة للنظم الاقتصادية والمعارك. طب احنا بنحفظ الثروة، الشرع يحمي ثروة الامم عن طريق منع السرقة، ومنع السرقة لابد له في من عقوبة راضعة. فاذا هذه العقوبة الراضعة مع انه من قبل ما هم يكتشفوا اللي هم اكتشفوه مراعى فيها، ان العقوبة الراضعة ما تكونش الا لما اخر الدواء الكي، وانه يراعى فيها لا لو محتاج. مش يقول لك ما تكتبش، ما تقولش في تطبيق للحد اصلا غير لما تكفي كل الناس. ده كلام لا يقال في اي نظام في الدنيا. امال بتسجنه ليه وانت مش كافي كل الناس؟ ما تسيبه بقى. يعني هو مين اللي قال لهم ان السجن افضل من القطع؟ حتى بالنسبه للمجرم، هات كده واحد قول له يتقطع ايدك دلوقتي ولا تقعد 10 سنين في السجن. يقعد 10 سنين في السجن لو هو لسه عنده كرامه وادميه، هل هيقعد 10 سنين في السجن ناقص الاهليه؟ هو القانون بيقول كده، المسجون ناقص الاهليه. مين الوالي بتاعه؟ مامور السجن اعزكم الله. فتخيل ان واحد هيعيش 10 سنين ناقص الأهلية، ولي هو سجانه. الشرع لا يأتي أبدا بداء السجن امتهان لآدمية السارق قبل أن يكون حماية المجتمع. فهذا يعني باب آخر، لأن الآن بتكلم في حد السرقة من حيثية أنه حفظ للمال كأحد الضرورات التي قصدت الشريعة إلى حفظه. يعني الكلام في محاسن الشريعة لا سيما إن كنت تقارن بأشياء وضعية يطول جدا، وكما يعني يقول القائل ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. ولكن أحيانا بنضطر لهذه المقارنات لوجود شبهات قد تؤثر في قلوب البعض، لكن من المفترض أن يكون الإيمان وحده كافيا لإقامة الثقة التامة عند كل مؤمن بأن شرع الله أحسن وأتم من أي شيء غيره، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاليقين يولد اليقين، اليقين بأن الله هو الخالق وهو الإله وهو المدبر، يولد اليقين بأن شرعه أحسن شرع وحكمه أحسن حكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وجزى الله فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات خيرا على هذه المحاضرة القيمة التي بين فيها أن من أظهر محاسن الشريعة أنها في ذاتها رفع وتكريم للإنسان، وأنها ما تركت شاردة ولا واردة إلا ونظمتها من خلال وضع مقاصد
رئيسية أوجب الإسلام حفظها، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل والعرض، حفظ المال. هذه المقاصد التي حفظها الإسلام وأهدرتها وضيعتها سائر المناهج الوضعية التي أنتجتها عقول البشر. شيخنا بعض الأسئلة، اسمع حضرتك، يعني طب تنبيه بس شيخنا، الشيخ إن شاء الله تعالى يجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة، ونرجو من لديه سؤال يكون مكتوبا، يعني نحاول نتجنب الأسئلة الشفهية حفاظا على نظام الندوة. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه وسلم. الموقف الدعوة من المليونية لتطبيق الشريعة. أولا نحن ندعو لتطبيق الشريعة ليل نهار، يعني الأمر لا يقتصر على دعوة كهذه، ولا نقول يعني الموقف من هذه المظاهرة لا علاقة له بالموقف الداعي للدعوة العامة المتكررة دائما لجميع الناس بتطبيق الشريعة. لكن عندما تنظر لهذه المظاهرة تجد أنها لا هي دعوة كالتي كنا نقوم بها الآن من بيان محاسن الشريعة لتفتح بها القلوب، ولا هي مطالبة لطرف محدد بأن يفعل شيء ويكون هذا الطرف يملك. القضية الآن أن هناك التعديلات الدستورية، أن في دستور جديد، الدستور الجديد ممكن يتعمل، في ناس عايزة تعمله عبر هيئة تأسيسية معينة، وهيئة تأسيسية معينة يساوي أن يتعين فيها العلمانيين والليبراليين وغيرهم، لأن الإعلام هيفرض أسماء بعينها، والتجارب قالت كده، لجنة الحكماء ولجنة مش عارف ايه كلها سيطر عليها. التعديلات الدستورية قالت من الدستور الجديد سوف يتم من خلال هيئة يتم تعيينها من خلال مجلس الشعب والشورى المنتخبين، واللي منتظر ان شاء الله انه هو يكون اكثر تعبيرا عن ارادة الامة. المخالفون يريدون القبض على نتائج الاستفتاء والتعديلات الدستورية. المشكلة لو نزل حد يطالب بالشريعة الآن مع أنه يطالب بحق، إلا أنه سيكون يطالب جهة غير معلومة، ولو بيطالب المجلس العسكري المجلس العسكري يقول دي مش من صلاحياتي، ولو بيطالب مجلس الوزراء مجلس الوزراء يقول دي مش من صلاحياتي. غاية ما سيترتب من نتيجة على هذه المظاهرة هو أن يكون الإسلاميون والعلمانيون سواء في تعجل الدستور أولا، يعني دي تساوي بطريقة ضمنية. طب انتوا عايزين الشريعة دلوقتي من قبل الإجراءات اللي تمت، والتانيين عايزين دستور ليبرالي دلوقتي، طب خلاص يبقى الدنيا كلها عايزة كده. فخطر كبير انك تخسر خطوة انت خطيها لقدام، والمخالف بيحاول يعرقلها، وأظن المظاهرة دي تعطيه يعني ما يريد من العرقلة. وبالتالي من يريد تطبيق الدعوة لتطبيق الشريعة استمر في الدعوة إليها في المساجد، في مواقع النت، في غيرها. لكن نقول مظاهرة دايما، أصل احنا كأننا كنا عطشانين مظاهرات. المظاهرة يعني لابد يكون لها مطالب محددة ومرفوعة لجهة محددة، فدي بتطالب بتطبيق الشريعة حسنا، وهذا أمر كما ذكرنا نحن نطالب به ليلا. بيطالب مين انه يعمل ايه يعني؟ هل ولو انت يعني طبعا بلا شك ان إقامة الشريعة واجبة، لكن احنا عارفين كل الاطراف بتقول ايه. المجلس العسكري بيقول هو ملوش دعوة، هو بيدير البلاد وفي طريقة ما يتعامل بها الدستور الى غير ذلك. بالنسبة لقانون دور العبادة الموحد، بدعة مصرية لا نظير لها في العالم. يعني مش ممكن ان حد يتكلم على المساواة بين دار العبادة للأغلبية ودار العبادة الأقلية. بقول أبسط مثال يعني لبيان ان هناك فرق. الكنيسة محتاجة حراسة. ليه؟ لأنه ممكن
كان بيدعى ان في ممكن حد يتطرف. طبعا احنا بنقول في اثناء غياب التام للامن الكنائس اللي حرصها الملتزمين بدين الله، لانه ملتزمين بميثاق شرعي، مش قضيه شرطه ولا مش شرطه، ولكن واقعيا بيحصل حد زي ما بيقولوا فاهم الموضوع غلط، وزير داخليه سابق، مساد، فاذا الكنيسه هدف يمكن انه يحصل عليه اعتداء، فمحتاجه حراسه. الحراسه دي من ميزانيه الدوله، كشك حراسه في عسكريين 24 ساعه والكنائس مش عاجبهم، بيقولوا لا ده عايزين حراسه معاهم اسلحه اكثر تطورا وعددهم اكبر. طيب انت تقعد تعمل عدد اكثر مما تحتاج وتيجي تقول لي احرسهولك؟ طب تيجي تعمل كنيسه في منطقه متاخمه مثلا لمنطقة فيها قطاع طريق ولصوص، لو المسلمين عملوا عددهم كبير يقدروا يحموا المسجد اللي هم عاملينه، مساجدهم مش مغرية قوي يعني انت تيجي تختار مكان وبعدين تقول لي احميهولك؟ فطبيعي جدا ده ابسط حاجة يتقال عليها ان دار العبادة للأقلية محتاجة اذن خاص ومحتاجة مراعاة للنسبة، ده وفق القوانين الدولية، وإلا الشرع ربما يكون أشد من ذلك، لكن وفق القوانين الدولية محتاج مراعاة للنسبة. طب يا أخوانا النسبة واضحة جدا، المسلمين بيصلوا الجمعة في الشارع، ما أظنهمش إنهم مبسوطين إنهم يصلوا الجمعة في الشارع، وعمرنا ما شفنا في كنيسة حد بيصلي في الشارع، وبقول ينزلوا يعملوا لجان رصد ويشوفوا الكنائس نسبة إشغالها يوم الأحد، وهو يجد ان فاذا كلمه موحد دي بدعه عجيبه جدا ما شفناهاش في حته في الدنيا. الطراز المعماري، ما جيش انا على الطرق السريعه واروح عامل كنيسه واقول محتاجينها. طب مين اللي هيجي الطريق؟ هو يقول لك انا عايز اعمل كنيسه في كل حته عشان المواطن النصراني ما يحسش بظلم ان هو مضطر يركب مواصلات عشان يروح الكنيسه. طب انت رايح اعملها له على الطريق السريع ليه بقى؟ مين اللي هيصلي فيها؟ بناء ضخم على الطرق السريعه يبقى لازم في استئذان عشان نشوف ده بيتعمل ليه. طب في مسجد على الطرق السريعه، ما احنا عندنا 5 صلوات في اليوم والليل، ولاننا 95% من السكان، ولاننا بنعاني ازمه مساجد، لا اتصور ان حد هيروح يحط مسجد في حته ما فيهاش مصلين اصلا. ثم ان المسجد على طريق سريع او غير سريع جزء من هويه البلد، ان البلد دي غالب اهلها مسلمين، لكن انت ليه حاطط لي كنيسه عشان امشي على الطريق السريع اللي الزائر للبلد جاي يمشي عليه يلاقي عدد الكنائس اكبر؟ الله ده احنا يبقى اذا مساله الهويه مساله لا يمكن اغفالها. طبعا القانون اللي طلع ده المبدأ العام، مسألة قانون موحد ولا غير موحد، قالوا طلع قانون مجحف جدا ان لازم المساحة لا تقلش على 1000 متر مربع، يعني اجي في محافظة زي اسكندرية بعد تطبيق القانون مش عارف فيها كام قطعة 1000 متر مربع، واظن القانون هيتعمل النهاردة بكرة نلاقيهم بقوا كنائس ويبقى كده مفيش مساجد، ولو قلنا ان هم قطعتين يبقى واحدة كنيسة واحدة مسجد، وبعد كده بقى ننظم رحلات سياحيه لاداء صلاه الجمعه. ما هو ده انت بتقول لي 1000 متر مربع، اللي عمل القانون ده مصري يعني يعرف بيمشي في شوارع اسكندريه، شوارع القاهره، شوارع طنطا، الاسماعيليه، بورسعيد، يشوف فيه كام قطعه 1000 متر مربع؟ انا كمسجد محتاج 20 مسجد مثلا وهو محتاج كنيسه واحده، وهلاقي قطعتين هم اللي 1000 متر مربع، خدت انا مسجد وهو كنيسه او 19 التانيين، والله ما منعناك تكش منهم، جيبهم روح هد بيوت بقى عشان تجيب له 1000 متر مربع. المسافة بين المسجد والتاني كيلو، وبين الكنيسة لا تقل، وبين الكنيسة والتانية ما هو قانون موحد بقى لا تقل عن كيلو. أنا ما أعرفش ليه الكنيسة معترضة، هل هم متصورين إن هم ممكن كل كيلو يعملوا كنيسة؟ وهل عددهم طيب؟ أنا بقى كمسجد عندي 5 صلوات في اليوم والليلة، هتعمل لي من المسجد والتاني كيلو وبعدين يجي الموظف ينزل يصلي ما يجيش تقوله الانتاج اتعطل ولا المساجد تتقفل؟ ما
وحاجة من اتنين، يا اما هنعطل مصالح الناس يا هنعطل المساجد. سأقولك هتلاقي في النهاية شرط المسافة مع شرط المساحة، يبقى مفيش صلاة في المساجد غير يوم الجمعة. ولو لقيت يعني تبقى تفضي نفسك يوم جمعة كده تاخد الاولاد تروح تصلي بيهم الجمعة في مسجد ما. طبعا مانع الزوايا، مانع كذا، فده اسمه قانون منع بناء المساجد بالحال اللي هو بيقولها، ده قانون منع بناء المساجد. بينما هو اذا طبق بحذافيره على الكنائس سهل، يعني مثالي جدا، لان هو اصلا شرط ان بين الكنيسة والتانية كيلو، شرط النسبة هيمنع اصلا الكيلو والاثنين والثلاثة. مش انت بتقول هو من ضمن شروطه اللي في الاخر هيبقى ملهاش لازمة بقى شروطه ايه؟ مراعاة النسبة بين عدد دين ما وعدد دور العبادة بتاعته. فالكنيسة ما عندهاش مشكلة في اموالها لانها خدت اوقافها كلها، ولانها لها تبرعات من الخارج، ما عندهاش مشكلة تشتري قطعة ارض 1000 متر مربع، والقطعة دي غالبا تكفيها، ونسبته هتقول له مش محتاج واحدة تانية غير تبعد عنها 2 و3 و4 كيلو. بينما انا مش عارف اشتري الالف متر مربع، وزارة الاوقاف بتعاني مشاكل، والاهالي مين هيشتري 1000 متر مربع النهاردة؟ وفي نفس الوقت لما اجي حتى لو لقيت هلاقي المسافة تخليني ما اقدرش اروح. مع ال 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 القرى، القرى المصرية بتنشأ ازاي؟ بتنشأ ان عيلة ضاق بها المقام في القرية القديمة، تقوم رايحة الغيط عاملة 2 3 وعاملة او عيلتين يقرروا يطلعوا مع بعض ويعملوا مسجد 5 في 5. القانون بيقول لهم يعملوا مسجد 1000 متر يعني قد قرية بحالها، يا يبقى عليه غرامة تتراوح من 100,000 جنيه ل300,000 جنيه مخالفة هذا القانون. قانون منع الناس بان الدستور اولا يعني من خلال هيئة تأسيسية معينة، واحنا جربنا اول من بارك قال انه مش هيرشح جمال، طلع صويرس وعمل لجنة حكماء. حلو كده يا اخواننا، شوية عين عمر سليمان نائب، طلع صويرس وهكذا على طول الخط، لجنة حكماء، لجنة وفاق وطني، لجنة خلاف وطني، لا اي لجان تلاقي صويرس ويحيى الجمل رقم 1 ورقم 2، ونجيب الباقي بقى اللي يرضى يقعد مع الاثنين دول يجي، اللي هم يرضوا عنه ويرضى هو عنهم. فالدستور اولا تساوي كتاباته من خلال هيئة تأسيسية يلعب الاعلام الخاص الدور الاكبر في تعيينها، ويبقى معروف ما وراء ذلك. وبقول لك سطر واحد في الدستور يقول لا يجوز المساس بالحرية الشخصية الا عندما تتعرض للصالح العام. احنا نقول لا يجوز المساس بالحرية الشخصية الا عندما تتعارض مع الشرع، يبقى احنا عندنا حرية شخصية تماما. الفرق بين الاثنين انه بعد ما السطر ده يتكتب في الدستور، ومش هقول هيقوم هم كلهم قايمين، لا، بعد فترة، وانت بتسمع النهاردة عن فنانة طلعت في برنامج حواري تقول انا اتجوزت 10 مرات رسمي و50 مرة عرفي و30 مرة لا ده ولا ده، يعني وجود من يجاهر بالفسق والفجور موجود. ليه؟ عشان الاموال اللي بتدفع. فانت بعد فترة تلاقي حد يطلع يقول عن نفسه انه شاذ مثلا، والبوادر بدأت، والافلام وعمارة يعقوبيان والكلام ده ماهدة الطريق. تقوم انت كراجل طيب تعمل بلاغ للنائب العام مش عارف ايه الكلام ده، تيجي عشان تحاكمه يقول لك لا، ده في نص في الدستور بيقول ايه؟ انه لا يجوز تقييد الحرية الشخصية الا عندما تتعارض مع مصر. انت حد جه جنبك الراجل ده لما قال على نفسه كده زعلك في حاجة؟ لا خلاص، يبقى هو سطر واحد يتكتب في الدستور. احنا بنقول عايزين نقول لا يجوز المساس بالحرية الشخصية الا عندما تتعارض مع الشريعة الاسلامية. يبقى لما يجي يقول لا انت مجرم شرعا، فاذا بقولك سطر واحد في الدستور مش اكتر ولا اقل، ويعدي وبعبارة انت على الله حد ضد الحرية، بس الا القيد امتى؟ هي دي القضية. فلازم الناس تفهم الكلام ده كويس، فهذا الذي ينبغي ان ينتبه اليه. اظن احنا كفايه نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.